أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك هيت لك
يا أحسن أخواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم.